كان فيها كانت فيها وهيبه، كانوا فيها بزاف ديال الناس اللي مشاو. و طه ياسين اللي كان نوجه ليه اللي كنقول ليه البركه في راسك، اللي توفى الوالد ديالو اليوم، نستغل هذه المساله هذه نقول ليه البركه في راسك اخويا، والله يرحم الوالد في هذا النهار. فكيف ما قلت لك اي واحد مشى من ليكيب ما كاينيش انا ليكيب خاصة توقف، فغدا نقدر نمشي انا، يقدر يمشي الزبايل، يقدر يمشي رشيد، يقدر يمشي. فالمهم هو ان الكوكبه تبقى غاده، حيت حنا ما كنحاولوش نلعبوا على هذا ستار او لا هذا نجم وهذا لا وهذا ناقص على هذا، حنا كاملين الحمد لله بحال بحال. كنخليو السميه ديال ليكيب هي اللي تهضر على راسها، وحنا كنعيشوا خوت اكثر ما كنعيشوا فنانه مع بعضياتنا. هذه مساله ربما كتميز ليكيب ديالنا على بزاف ديال الفرق بدون ذكر الاسماء، وكل واحد عارفين كيفاش كاين القناعات ديالو. كنت سالوك عيد ميلاد ديال السلطان، يسال هادشي ندير لي ضروري ضروري. مريم بغات تشري عليا، واخا نشوفك مزيان ضروري. لا انس لا ما خرجش، انس انس ما قيمة عليك بالليض ديالنا، هذاك غلوض هذاك، الا خرج هذاك غتخوي عليك. هذوك الناس خاصهم باش يتعلموا يدخلوا جوا، خاصهم يسمعوا البلال باش يتعلموا يا جماعه. شوف راه عادي هادشي، شتي الويب، ربما بديت انا في الويب في 2011، تعلمت شي حوايج، تعلمت بزاف الحوايج. الا جيتي دير على الهضره ديال الناس ما عمرك غتوصل لداكشي اللي بغيتي، الا جيتي دير على الهضره ديال الناس تقدر توصل لواحد المرحله اللي يقدر تنتحر الا كنتي ضعيف شخصيه. حيتاش دابا كاين ثلاثه الانواع، ما نطولش عليكم بزاف سمحوا لي، ثلاثه الانواع. كاين داك النوع اللي غير كينتقد بدون سبب، قلتي وي غيقول لك نو، قلتي نو غيقول لك وي، قلتي ما عرفتش غيقول لك عرف، قلتي عرف غيقول لك ما عرفتش، هذاك بدون سبب. وهذوك كثار كيخسر لك 5 درهم قهوه وكذا وشويه كونيكسيون ديال والو. وكاين واحد النوع اللي ما عارفش كيتقدم، كيشوف كوكب ديال الناس كتقول واحد الحاجه كيتبعها حتى هو. وكاين واحد النوع اللي هذه هي خدمته، وهادو هما الانواع اللي ولاو دابا كثار كيديروا دي فوكونط وكيهجموا على شي شخصيه معينه او شي وحده بغاو يهبطوه كيهجموا عليه. هذه اسمها بروباغندا، وكيوصلوا واحد الرساله، وانت ملي كتشوف داكشي كيتبع. فهمتينا الحبيب؟ هادشي اللي تعلمت انا من هاد السوشيال ميديا. فما عمرها بقات تبقى في تاريخ هذه محمد الجندي، المسرحيه تبقى في تاريخ. الحمد لله حنا كنحاولوا نتقاتلوا على قد المستوى ديالنا خويا. درنا مسرحيه السيلون اللي كنفتخروا بها، مسرحيه اللي كانت ترفضات في مداش التلفازه، ولكن الحمد لله دارت بوم في الويب بفضل المشاهدات ديالكم، بفضل التتبع ديالكم، التشجيعات ديالكم. تحيه لوائل من طورينو، تحيه لخويا وائل.